سلام ليكيب، جيسبر كو فوز الي بيان، ان شاء الله تكونوا بخير. جاتنا اليوم 208 موتور لا 90 شوفو، انه يقول لك مولاها تشعلي لو فويون تاع دياغنوستيك تاع تشيك انجن دي فوا وين تشعل، ونقصت لي تيراج. يقول لك دي فوا هكذا نكون ماشي بيان في البالي، ومن بعد دي فوا تنقص لي في التيراج كي نلحق هكا العقبه والله، دونك نولي نديغرادي. نكون ماشي بار اكزومبل كاتريام، نولي نديغرادي تروازيام حتى لدوزيام. قال لك ديتها من قبل لي سكانير، يقولوا لي تيربو كومبريسور تاعك ضعيف. قال لي بدل التيربو، زدت لا دوزيام فوا، قالوا لي الالكتروفان دو بريسيون هي اللي فاسده تاع تيربو كومبريسور، زدت بدلتها وبقى لي لو ميم بروبليم. قال لي بصح كاينه حاجه، بعد ما بدلت الالكتروفان دو بريسيون تاع تيربو ولات لو فويون تاع تشيك انجن تشعل هكا، دي فوا تشعل دي فوا تطفى، ما تبقاش شاعله على طول. فيريفينا لو بيان، عملنا له دياغنوستيك، كي سكانينا له الفييكيل تاعو، تخرج صح بريسيون سير اليمونطاسيون بروفيبل، يعني كاينه لا بريسيون تاع التيربو ضعيفه. علاه بدلوا له التيربو؟ قالوا له باللي التيربو هو اللي فاز، قالوا له ميم بروبليم. بعد ما شخصنا له ان شاء الله العطب تاعو، دوك نوري لكم خاوتي البروبليم وين راح يكون. حنا ما نسرعوش خويا، لازم نفيريفيو بيان، نشوفوا منين الديفو هذا لي كوز بروبابل لي خرجوا من البروبليم هذا وشني هي. ما نروحوش على طول نبدلو التيربو ولا نبدلو الالكتروفان ونبداو نخلطو وما عم باليش وشنيا، ويبقى لنا لو ميم بروبليم. من عمل عملا فليتقنه، مانيش نقول انا عندي خاتم سليمان في يدي كيما ندور تصلح طوموبيل. انسان خويا يتسبب، وبفضل ربي سبحانه نلقاو له ان شاء الله الخلل تاعو، ونشارك خاوتي هذا البروبليم تاعنا وين راح يكون. بعد ما فيريفينا خاوتي، درنا لي فاسمون دو ديفو، يتسمى ديفو راهي تفاصا، هما بدلوا له تيربو كومبريسور تاعو هاو تيربو، وبدلوا له الالكتروفون دو بريسيون سير اليمونطاسيون تيربو كومبريسور، هذه بدلوها له جديده ثاني، هاهي بدلوها له، تسيناها لقيناها تجبد عادي، تخدم تفونكسيوني عادي، تجبد لا مومبران تاع التيربو عادي. بصح وشني علاه وشني الحاجه اللي راح تقول لك بريسيون سير اليمونطاسيون طرو فيبل؟ صح خويا، التيربو هنا راح يكومبريسي لير، يفوت على لي ديريت تاعو ويروح للرادياتور باه يبرد. هاهي هذه رادياتور تيربو كومبريسور، ويعاود يولي يخرج كاين واحد الكابتور هاو هنا، بالك هو يبان لكم، باردون بالك ما يبانش. هاي غير لافيش تاعو من راه صبعي، ها هذا يقولوا له كابتور دو بريسيون تيربو كومبريسور، هو اللي يقيس لنا لا بريسيون اللي طبعها تيربو. دونك تا تيربو فرارونتي يبعث نديروها بار اكزومبل 915 ميلي بار، والله كيما قلت لكم خاوتي كاين كابتور دو بريسيون هذا اللي يقيس لا بريسيون تاع تيربو. قلنا بار اكزومبل فرارونتي يبعث تيربو 915 ميلي بار ولا 950 والله، المهم هذا هو اللي راهو يديتكتينا في لاصوم هذيك، يديتكتينا في كيما نقولوا هنا في لي فالور تاع تيربو. دونك هو كي تلعبوا بار اكزومبل التيربو يبعث 900 فرارونتي، كي تاكسيليري يبعث 1200 1300، هو تلحقو بار اكزومبل 1000. كيفاه الطوموبيل ديجا اكسيليريت يتغونفلا تيربو باه يبعث بريسيون 1300 بار ولا تلحقو هو 1000، دونك راح يبعث ميساج للكالكيلاتير راح يقول لها بلي راهي تلحقني لا بريسيون تاع التيربو قليله، دونك تولي تشعل لو فويون تاع تشيك انجن ويولي 208 ما يتيريش. ناه هذا المشاكل كون لا فويت في لا بريسيون تيربو كومبريسور، علاه تكون كاينه ثقبه؟ وين لقيناها بربي؟ ان شاء الله لقيناها في الرادياتور تيربو كومبريسور، ها هو راكم تشوفوا خاوتي مرا الزيت ويسيح عندو فويت، دونك تتبردالو لا بريسيون تاع التيربو قبل ما تلحق الكابتور يقراها سير لي نورم.
هاي بربيش لا لا فويتها شوف مين راه يزيد خالتي. فوالا دونك دوك نبدلو لو رادياتور تيربو كومبريسور ترجع له الفيكيل بربي ان شاء الله كيما كانت. والسلام خالتي ورحمة الله تعالى وبركاته.